ثم بعده مسألة القراض. قراض ما معنى القراض؟ قراض معناه لغة القطع. قرل هو مشتق من القرل، معنى القرل القطع. نعم، القراض هو مصدر قارل بمعنى مقارلة. نعم، قارل مقارلة كلاهما بمعنى واحد. يقال المضاربة، لأن أهل العراق يقولون مضاربة. هجاز، أهل الهجاز يقولون يعني مقارلة أو قرالة. هكذا فرق في اللغة. مضاربة بمعنى المسافرة، يعني العقد القرال يغلب فيه السفر ويحتاج إلى السفر كثيرا، لذلك بمعنى المسافرة سمي هذا العقد بالمضاربة. أما القرال هو يعني قطع المال، المالك يقطع ماله لعامله لأن يعمل، لذلك سمي هذا قرال. نعم، قراض ما معناه اصطلاحا وشرعا هذا الذي يذكر، وهو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما، هذا هو القراض. نعم، أن يعقد على ماله. يدفعه، من يدفع؟ مالك هذا المال يدفعه لغيره، وهذا الغير عامل. لماذا يدفعه؟ ليتجر فيه. من يتجر؟ الغير يتجر فيه. هذه التجارة على شرط، ما هي؟ ما هو هذا الذي يقول على أن يكون، يعني على شرط أن يكون الربح مشتركا بينهما. شأن التجارة أن تأتي بالربح، فهذا الربح لا يكون للمالك فقط، بل يكون قسط منه للمالك وقسط منه للعامل، يعني العامل ليس له أجرة أخرى، ليس أجيرا، بل ما يرجو في مقابلة هذا العمل قسط من الربح. هكذا هذا هو القرار. نعم، في نقد خالص مضروب، هذا قرال صحيح في أي شيء؟ في نقد خالص مضروب بصيغة مع شرط ربح لهما، ويشترط كونه معلوما بالجزئية، ولعامل في فاسد أجر مثل. هكذا، فإذا ينبغي أن يكون القرال في نقد، ففي مال التجارة أو في عروض التجارة لا يصح، هذا أولا. ثم بعده ينبغي أن يكون النقد خالصا، لو كان مغشوشا لا يصح. ثم مضروب، فإذا النقد يطلق على الذهب والفضة، لأن سبق أن بينا النقد في اللغة يطلق على المضروب، لكن هذا معنى الضرب متروك عند الفقهاء، لذلك عندما يقول نقد، نقد معناه الذهب والفضة. ثم الذهب والفضة هنا ينبغي أن يكون مضروبا، لو لم يكن مضروبا فلا يصح، لأنه عقد. عقد غرر. نعم، هنا شرط هذه الأمور الثلاثة، كونه في نقد خالص مضروب. يذكر علته، لأن القراض عقد غرر. غرر سبق أن بينا، يعني أمر يحتمل أمرين أبعدهما أخوفهما. نعم، وهكذا. فإذا هذا عقد غرر، لماذا؟ لعدم انضباط العمل والوثوق بالربح. هذا تجارة شأنها أن تأتي بالربح، لكن هذا ليس بمؤكد متيقن، ممكن يخسر، وإذا يكون خسارة بالتجارة، لذلك ليس وثوق بالربح. كذلك عمل غير منضبط، يعني كم يعمله،
ممكن هذا رجل يحتاج إلى أن يذهب بهذا المال إلى مكان إلى مكان ثم ينظر ينظر أن يتعب نفسه كثيرا ولا يربح إلا قليلا. لكن في بعض الأحيان يكون على العكس، يعني هو يعمل عمل بسيط يربح كثيرا هكذا، لذلك عمل غير منضبط. فإنما جوز للحاجة فقط، حاجة ما هو، ممكن رجل عنده مال لا يحسن العمل ورجل آخر ليس عنده مال هو يحسن العمل هكذا. حاجات فاختص بما يروج غالبا، بما يروج يعني راج يروج غالبا، ما الذي راج غالبا؟ وهو النقد المضروب. نعم. ويجوز عليه وإن عبدت له السلطان، ويجوز عليه يعني يجوز هذا القرار على النقد المضروب، وإن عبدت له السلطان، ممكن عبدت له السلطان، لو كان عبدت له ثم كيف يكون رائجا؟ هكذا شبهة. لذلك ذكر في شرح البهجة ولو في ناحية لا يتعامل به فيها، هكذا إبطال ما كان كليا بل جزئيا، هذا في منطقة لا في ناحية لا يتعامل بها بل بناحية أخرى يتعامل بها، فإذا يصح في هذه الناحية أيضا. نعم. وخرج بالنقد العرض ولو فلوسا، فلوس هو من الفلوس هو قطعة نحاس ليس ذهبا ولا فضة، وقطعة نحاس لذلك هو عرض لا يجوز. ثم وبالخالص المغشوش، المغشوش المغشوش خرج بالخالص المغشوش، وإن علم قدر غشه لا يصح، أو استهلك يعني هذا قدر الغش مستهلك يعني قليل جدا لذلك استهلك. وجاز التعامل به وبالمضروب، استهلك وجاز التعامل به، أين يجوز التعامل؟ في غير القراض. نعم. في غير القراض يجوز التعامل، لكن في القراض لا يجوز التعامل. نعم. بسبب يعني أنه عقد غرر، لأجل ذلك أحتيت احتياطات هذه. وبالمضروب يعني خرج من المضروب التبر، التبر ما هو؟ التبر يعني وهو ذهب وفضة لم يضرب، غير مضروب يعني سبيكة هكذا. والحلي أيضا بالمضروب خرج الحلي، فلا يجوز القراض في الحلي، فلا يصح في شيء منها، في المغشوش، في الحلي، في التبري هكذا لا يجوز. وقيل يجوز على المغشوش إن استهلك غشه وجزم به الجرجاني، وقال إن راجع، وقيل إن راجع، هذا رأي ثالث، الراجع لا يجوز على المغشوش إن استهلك، نعم، الرأي الثاني يجوز، الثالث يعني إن راجع، ليس الاستهلاك فقط ولا ما علمه يعني قدر الغش فقط لا، بل ينبغي أن يكون رائجا منتشرا في المعاملات. نعم. واختاره السبكي وغيره. وفي وجه ثالث في زوائد الروضة أنه يجوز على كل مثلي، أنه يعني أن القراض يجوز على كل مثلي ليس في هذا فقط، ليس في جميع النقود فقط بل في كل مثلي. وإنما يصح القراض بصيغة، صيغة إيجاب وقبول، نعم، من إيجاب وقبول، إيجاب من جهة رب المال في القراض هكذا يكون رب المال، وكذلك يعني عامل رب المال يعني منه صيغة الإيجاب، كقارلتك أو عاملتك في كذا، أو خذ هذه الدراهم والتجر فيها
أو بيع واشتري على أن الربح بيننا هكذا. إذن هنا يجب أن أقيد على أن الربح بيننا، لو لم يذكر هذا يفسدنا. وقبوله من إيجاب وقبول فورا، يجب القبول فورا من جهة العامل لفظا. وقيل يكفي في صيغة الأمر كخذ هذه واتجر فيها، القبول بالفعل لا حاجة إلى صيغة لفظا، إلى القبول لفظا هكذا قيل، كما في الوكالة. وشرط المالك والعامل كالموكل والوكيل صحة مباشرتهما التصرفا، صحة مباشرتهما التصرفا، هذا هو شرط المالك يعني رب المال والعامل، مثل نظير الموكل والوكيل. ما شرط ربح لهما، يجوز يصيح القراءه ما شرط ربح لهما، الربح لهما يعني للمالك والعامل. فلا يصيح على ان لاحدهما الربح، هكذا لو شرط الربح للعامل او الربح لرب المال لا يصيح. ويشترط كونه الربح معلوما بالجزئيه، هذا شرط مهم جدا، ينبغي ان يكون هذا الربح معلوما بالشرطيه بالجزئيه. ما معناه؟ كنصف وثلث، فاذا هذا ثلث الربح للعامل، ثلثان للمالك او على العكس، او نصف نصف، او ربع وثلاثه واربع هكذا، او عشر او تسعه عشر هكذا. ولو قال قارلتك على أن الربح بيننا صح مناصفة، يعني لم يذكر كم مقدار مقدار حق كل منهما صريحا، بل قال الربح بيننا يكون نصفا ونصفا، أو على أن لك ربع سدس العشر صح، ربع سدس العشر، أولا يعشر ثم يسدس هذا العشر ثم يربع هذا السدس، إذن كم يكون؟ جزء من 240 جزءا هكذا كما سيأتي صح. وإن لم يعلماه، يعني ربع سدس العشر هذا مبهم، يعني فيه دقة، وما ذلك يصح إن لم يعلماه عند العقد لسهولة معرفته. ثم وهو يعني ربع سدس العشر كم هو؟ جزء من 240 جزءا. ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف كالرقيق فسد القران، يعني هذا محترز قوله ينبغي يشترط كونه معلوما بالجزئية، وهنا لم يكن معلوما بالجزئية، بل هو معلوم بقدر معين من الربح، هذا لا يصح. ثم ولعامل في عقد قراض فاسد، ولعامل في عقد قراض فاسد أجر مثل، ذكرنا فيما مضى صور فساد عقد القراض. فإذا لو فسد هكذا عقد قراض هل يكون للعامل شيء؟ هذا الذي يبين هنا له شيء، يعني وهو يستحق أجرة مثل عمله، وهو يستحق أجرة المثل لعمله. هذا الذي قال ولعامل في عقد قراض فاسد أجر مثل، وإن لم يكن ربح، ممكن ما كان في التجارة شيء من الربح، ومع ذلك يكون للعامل أجرة مثل. لماذا؟ لأنه عمل طامعا في المسمى، وهذا الرجل عمل بأي شيء عمل؟ بالتجارة في مال القراض، لأجل يعني طامعا في المسمى، المسمى يعني البدل المذكور أو يعني جزء من الربح، وهذا هو المسمى، يعني يكون للعامل إما نصف الربح أو ربع الربح هكذا ذكر، وهذا هو المسمى. ثم وهو يطمع
يعني هو ما عمل مجانا بل هو عمل لأجل أجرته لأجل البدل. فإذا لو كان المسمى فاسدا فيجب أجرة المثل، هذا قاعدة. لو كان المسمى فاسد يجب هناك بدله، بدل المسمى أجرة المثل، لذلك هنا يجب أجرة المثل. ومن القراض الفاسد ثم يبين بعض صور القراض الفاسد. ومن القراض الفاسد يعني من جملته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى ما اعتاده بعض الناس من دفع مال إلى آخر بشرط أن يرد له لكل عشرة اثني عشرة إن ربح أو خسر فلا يستحق العمل إلا أجرة المثل. نعم، هذا صورة أخرى. فيما مضى ذكرنا يعني لو شردت لأحدهما عشرة أو ربح صنف كالرقيق فسد القراض، وهذا يعني فقراض فاسد آخر. ماذا؟ رجل يعطي ماله لآخر للتجارة بشرط أن يرد له لكل اثني عشرة، لكل عشرة اثني عشر، نعم يرد اثني عشر لكل عشرة اثني عشر، فإذا هذا اثنان زائدان، وهذا اثنان يكون يعني زيادة، وهذا قراض فاسد. لماذا؟ هنا ليس باعتبار الربح أولا، وفيما ملا ذكرنا يعني لو شردت لأحدهما عشرة أو ربح صنف، فإذا هناك فيما ملا ليس يعني الربح معلوما بالجزية بل بمقدار معين، وهنا سواء ربح أو لم يربح. فإذا هذا اثنان زائدان في بعض الأحيان لا يكونان من الربح، بل وهذا يكون على العامل غرامة كأنه يغرم اثنين اثنين لو كان البيع خاسرا. نعم، فهذا من القراض الفاسد، فلا يستحق العامل إلا أجرة المثل. نعم، وجميع الربح بالخسران على المالك. في هذه الصورة يكون جميع الربح لو كان ربح أو يعني جميع الخسران يكون على المالك، نعم لا يكون على العامل شيء، يعني هو يحصل دائما هذا أجرة المثل. ويده على المال يد أمانة، هذا مسألة أخرى. في القراض يد العامل على المال يعني على مال رب المال مقارن، هل هو يد أمانة أو يد ضمان؟ هذا يد أمانة، يد أمانة أو لأجل ذلك لا يضمن لو تلف المال إلا إن قصر، هذا الذي يذكر بعده. فإن قصر بأن جاوز المكان الذي أذن له فيه ضمن المال عنده. فإذا هذا الرجل لا يجوز له السفر بهذا المال كما سبق ذكره، فإذا هذا الرجل جاوز بهذا المال المكان يعني سافر من ذلك المكان الذي أذن له فيه المالك، أذن للعامل في هذا المكان ضمن المال. لماذا؟ لأنه قصر. ثم عندها ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك. ثم وكأن هذا استثناء مما ذكر سابقا، بما ذكر سابقا ذكر أن في القراض الفاسد يكون للعامل أجرة مثل، لكن منه يستثنى صورة يعني من القراض الفاسد أن يشترط الربح كله للمالك، هذا من القراض الفاسد
لا يكون للعمل شيء. ولو كان الفساد فساد القراض من هذا الطريق فلا يكون للعمل شيء، لا جزء من الربح ولا أجرة مثل. لماذا؟ فهذا الرجل لا يعمل طامعا في المسمى، لانعدام المسمى، ليس هناك مسمى له، بل الربح كله آل المالك. يعني فهذا الرجل يعمل مجانا، لم يطمع ولم يرغب في شيء من المال في مقابلة عمله، لذلك لا يكون له شيء. هذا الذي قال ولا يكون ولا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط أو إن شرط الربح كله للمالك، لأنه لم يطمع في شيء. نعم. ويتجه أنه لا يستحق شيئا عيلا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له. أولا ذكر يعني في هذه سورة ليس له أجرة، ثم بعده يذكر يعني سورة أخرى. ما هو؟ هو علم الفساد، هذا الرجل يعلم أن هذا القراض فاسد، ومع ذلك يعلم أنه لا يكون أجرة في الفساد وأنه لا أجرة له. هذا لو ويتجه أنه، هذا يرجع إلى ما ذكره قبله، لا أجرة للعامل في الفاسد إن شرط الربح كله للمالك لأنه لم يطمع في شيء. وهذا متى يتجه؟ هذاك ليس على إطلاقه، هذا الذي يذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله. نعم. وهذا ليس على الإطلاق، بل متى لا يكون له أجرة للعامل في هذه الصورة؟ لو علم أن هذا القراض قراض فاسد ولا يكون له شيء من الأجرة بسبب أنه شرط الربح كله للمالك. هكذا لو كان عالما فلا يكون له شيء، لو لم يكن عالما يكون له أجرة مثل. لماذا؟ ممكن هو يعمل طامعا في شيء لذلك. ويتجه أنه لا يستحق شيئا أيضا إذا علم الفساد وأنه لا أجرة له. علم الفساد وأنه لا أجرة له، هكذا لو كان يعلم. فإذا لو علم الفساد فقط هو يستحق أجرة المثل. ينبغي أن يعلم هذين الأمرين. ويصح تصرف العامل، مع فساد القراض. نعم، هذا صرح في التحفة، وعبارتها هكذا. نعم، إن جهل ذلك، إن جهل ذلك يعني لم يعلم أن هذا عقد فساد وفاسد، أو يعني لا يعلم أنه ليس له أجرة، هكذا جهل. سورة الجهل كيف بيظن أن هذا لا يقطع حقه من الربح أو الأجرة، وشهد حاله بجهله، لذلك استحق أجرة المثل فيما يظهرنا. بعده، ويصح تصرف العامل مع فساد القراض. يعني ذكرنا صورا لفساد القراض، مع فساد القراض هل يصح تصرفات العامل؟ يعني هو يتجر يشتري يبيع هكذا، هل يصح تصرفاته؟ نعم يصح تصرفاته. هذا كما ذكرنا في صور كثيرة من المعاملات الفاسدة، في المعاملات الفاسدة صور كثيرة يصح. مثلا عند فساد الوكالة ذكرنا صورا لبقاء الإذن، مع أن الوكالة عقد الوكالة فاسد، كذلك هنا عقد القرار فاسد، مع ذلك يبقى الإذن، لأجل ذلك تصرفه صحيح. ومع ذلك يعني كما ذكرنا مرارا هذا تعاتي العقود الفاسدة حرام، وهذا يأتي هنا إلى عقده صحيح مع ذلك حرام، يعني
نذيره من العبادة كأنه يصلي في أرل مغصوبة. صلاته صحيحة لكن هو حرام. أو يعني هو يتولى بماء مغصوب. عندئذ وضوء صحيح لكن هذا ومع ذلك يكون حراما. كذلك هنا أيضا يأتي هذا الذي يقول بعده لكن لا يحل له الإقدام عليه بعد علمه بالفساد. لا يحل للعامل الإقدام عليه على هذا التصرف بعد علمه بالفساد. نعم. لماذا؟ هذا يكون من جملة تعاتي المعاملات الفاسدة وهو حرام. ثم ويتصرف العامل ولو بعرل لمصلحة لا بغبن فاحش ولا بنسية بلا إذن فيهما. ثم العامل كيف يتصرف؟ هل يجوز له جميع التصرفات؟ لا يجوز له جميع التصرفات، بل ينبغي أن يكون تصرفه مستوفيا لبعض الشروط. هذا الذي يقول يتصرف العامل ولو بعرل، يعني يجوز له البيع بعرل، لا يجب عليه البيع بنقد، بل يجوز له البيع والتصرف في مقابلة العرل. مع ذلك ينبغي أن يكون هذا لمصلحة، يعني لو لم يكن في بيعه بعرل مصلحة لا يجوز، لو كان فيه مصلحة يجوز. نعم. لا حاجة إلى الإذن الخاص للبيع بعرل. لو رأى له، لو ظهر له، بدا له مصلحة يجوز له. ثم لا بغبن فاحش. نعم. لا يجوز له التصرف بغبن فاحش. ذكرنا أمس يعني معنى الغبن الفاحش بالنسبة إلى العشرة، بيعه بثمانية يكون غبن فاحش. كذلك شراء شيء قيمته عشرة باثني عشرة يكون بغبن فاحش. هذا عامل يحتاج إلى تجارة يعني إلى بيع وشراء جميعا. لو كان بتسعة أو بأحد عشرة لا يكون الغبن فاحشا. ومع ذلك يرجع في هذا الأمر إلى عرف الناس. نعم. ولا بنسية. العامل لا يبيع بنسية، يعني لا يبيع بيعا مؤجلا بالأجل، لا يجوز له البيع بالأجل بلا إذن فيهما. لو كان للمال له إذن من المالك رب المال يجوز، وإلا لا يجوز. إذن مطلق القراض لا يقتضي إذنهما، بل يجب هناك إذن خاص. نعم. ولا يسافر بالمال بلا إذن. نعم. هو لا يسافر، عامل لا يسافر بهذا المال بلا إذن. ثم وإن قرب السفر. نعم. السفر يعني الذهاب بالمال إلى خارج سور البلد، هذا هو السفر. إذن لا يجوز سفر قصيرا، يعني لا يجوز فيه قصر الصلاة، لا يجوز. وإن اندفى الخوف والمونة، يعني لا يوجد في هذا السفر خوف على ماله، يعني غصبه، سرقته، هلاكه، هكذا لا يخاف. فكذلك اندفى المونة للسفر أيضا، ومع ذلك لا يجوز. نعم. ثم فيضمن به، يعني لو سافر يكون ضامنا. ويؤثم أيضا. لماذا؟ وهذا الرجل كأنه لم يؤذن بالسفر، فإذا هذا العامل يذهب بمال الغير إلى مكان لا يرتضيه ولا لم يأذن فيه، لذلك يكون آثما أيضا. ومع ذلك القراض باق على حاله، قراض باق على حاله معناه يصح التصرف. نعم. ثم لأجل بقاء الإذن. أما بالإذن، يعني السفر بالإذن، وكذلك نعم.
فيجوز لكن لا يجوز ركوب في البحر. نعم لو أذن رب المال في السفر بماله يجوز، لكن عندما يجوز هل يجوز له ركوب في البحر؟ لا يجوز ركوب في البحر إلا بنص عليه، يعني حينما أذن نص على جواز الركوب في البحر بماله يجوز إلا لا يجوز. ثم ولا يمون أي لا ينفق عليه. ثم هذا العامل هل يأخذ نفقته ومونته من رأس مال القراض؟ لا يأخذ، وهذا هو يأخذ من عنده. لماذا؟ في هذا العقد يعني مقابل لعمله، وهذا هو المسمى، أو لو كان فاسدا فأجرة المثل. على كل حال يوجد له مقابل، لأجل ذلك لا يأخذ منه شيئا لأجل المونة والنفقة. ولا يمون أي لا ينفق منه على نفسه، منه يعني من مال القراض، حضرا ولا سفرا، لا ينفق عليه لا حضرا ولا سفرا. لماذا؟ لأن له نصيبا من الربح في مقابلة عمله، فلا يستحق شيئا شيئا آخر. فلو شرطت المونة في العقد فسد. فإذا لو شرطت المونة في عقد القراض، يعني مونة نفسه من مال القراض، هكذا شرطها، عندئذ يفسد العقد. لماذا؟ لأنه خلاف مقتضى العقد، أو هو ينافي مقتضى العقد، لذلك هو فاسد. وصدق عامل بيمينه في دعوى تلف وفي عدم ربح وفي قدره وفي خسر وفي رد وهكذا أمور. لو اختلف العامل ورب المال يصدق العامل، عامل يصدق بيمينه، نعم يحلف، لو حلف يصدق في أي شيء في دعوى تلف، هو يدعي أن مال القراض قد تلف، والمالك يقول يدعي لم يتلف ماله، هكذا اختلاف. يصدق هذا بيمينه، هذا التلف إما في كل المال أو في بعضه، ممكن عامل يدعي أن كل مال القراض تلف أو بعضه تلف، يصدق لأنه مومون، يعني يده يد أمانة، لو كان يد يد أمانة هكذا يصدق بيمينه. نعم لأنه مومون. نعم نص في البويتي واعتمده جم متقدمون أنه لو أخذ مالا يمكنه القيام به فتلف بعضه ضمنه ما لا يمكنه. نعم لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف تلف بعضه ضمنه. نعم شكرا. لو أخذ ما لا يمكنه، يعني هو عقد القراض، قام بعقد القراض، لكن وهذا فوق طاقته، ممكن هذا مال كبير التجارة فيه ليس في طاقته، أو هذا يعني تدبير هذا القراض ليس في طاقته بل فوق طاقته، ثم بعد ذلك تلف بعضه يضمنه. لماذا؟ لأنه فرط بأخذه، عندما أخذ ما لا يمكنه القيام به كأنه مقصر مفرط، نعم. لأجل ذلك لو كان التفريط يكون ضامنا. نعم ثم لو كان هذا مالك عاملا لعجزه هل يضمن أو لا؟ يعني هل فيه تفصيل لهذا الضمان؟ بعض قال هكذا، يعني لو كان المالك عاملا لعجز عالما لعجز العامل ف
فلا يضمنه، وهكذا عند بعض العلماء تفسير. ثم ويطرد ذلك في الوكيل والوديع والوصي، أي شيء يطرد؟ هذا لو أخذ ما لا يمكنه القيام به فتلف بعده. فإذا وكيل قام بعقد الوكالة في أي شيء، في ما لا يمكن الاتيان به، وكذلك في الوديعة مودع قام بعقد الوديعة في مال لا يستطيع أن يحفظه هكذا، أو الوصي في الوصية هو قبل الوصية لكن هذا الأمر ليس في طاقته بل فوق طاقته، عندئذ لو تلف بعد ماله كل هؤلاء يضمنون. ولو ادعى المالك بعد التلف أنه قرض، يعني مالك التلف هذا اتفق، هذا العامل والمالك كلاهما يتفقان أن ماله مال القراض قد تلف، وبعد ذلك اختلفا في أي شيء، وهذا مالك يقول أنه كان قرضا والعامل يقول إنه كان قراضا، فإذا اختلاف بينهما هل كان قراض أو قرض. حلف العامل، يعني قال يأمر العامل أن يحلف، يعني حلف العامل كما أفتى به ابن الصلاح رحمه الله كالبغوي، يعني يصدق العامل بحلفه، هذا معنى قوله يصدق العامل بيمينه. ثم لماذا يصدق بيمينه؟ لأن الأصل عدم الضمان خلافا لما رجحه الزركشي وغيره من تصديق المالك، المالك يصدق هكذا ذكر الإمام الزركشي وغيره. ثم فإن أقام بينة، ممكن وهذا يدعي القرض وذاك يدعي القرض، ثم كلاهما جاء ببينة فمن يصدق؟ قدمت بينة المالك على الأوجه لأن معها زيادة علم، زيادة العلم أي شيء؟ بانتقال ملك إلى الآخر، يعني في القرض ينتقل الملك إلى الآخر، أما في القراض لا ينتقل. نعم. وفي عدم ربح النصب كذلك يصدق العامل بيمينه في دعواه عدم ربح، ويقول لم يربح أن تربح التجارة. وفي قدره كذلك، في قدر ربه يصدق عملا بالأصل فيهما. ثم وفي خسر، ما هو الأصل فيهما بالنسبة إلى الربح وعدم الربح؟ الأصل عدم الربح، فكذلك بالنسبة إلى قدره عدم الزيادة هو الأصل، عامل يدعي الأقل، يعني هذا هو الشأن عند الخلاف، الشأن والطبيعة أن يدعي العامل قدرا أقل، ومالك المال رب المال يدعي الأكثر، فإذن عدم الزيادة هو الأصل هذا. وفي خسر ممكن كذلك، لو ادعى العامل خسرا في التجارة، فإذن لو كان هناك خسر ماذا يقل بقدره مال القراض، وهذا الخسر يلصق مال أن رأس مال القراض، فإذا يقل بهذا القدر هو يدعي هكذا ويصدق بيمينه في خسر ممكن لأنه أمين. ولو قال ربحت كذا ثم قال غلطت في الحساب، لأجل غلطه في الحساب قال هكذا كان ربح كذا، أو كذبت أو ادعى أنه كذب في قوله ربحت كذا، مثلا هو أولا ذكر
كانت التجارة رابحة بقدر 100,000 هكذا أو 1,000 هكذا. ثم قال هذا كان غلطا بسبب الحساب، أو قال أني كان كاذبا في هذا القول. لم يقبل. هل يقبل هذا؟ لا يقبل هذا القول. يعني القول الثاني لا، الدعوة الثانية لا يقبل. لماذا؟ لأنه أقر بحق لغيره عندما قال أنه ربح بهذا المقدار. إذن هذا في عقد القراض يكون شرط أن الربح بينهما بالجزئية، مثلا كان بالنصف، فإذا نصف هذا الربح لمن؟ للمالك. فإذا معنى قوله ربحت بكذا، يعني ربحت ب100,000، معناه أن عليه للمالك نصف 100,000، كأنه أقر. ثم لا يصح الرجوع في الإقرار، هذا قاعدة. لذلك هذا القول الثاني لا يقبل. لو رفع وكانت الفائدة عليه وأقر بها، لو رجع وقال أبي يعني هو زاده؟ نعم. عند زيادة يعني يكون نعم. يعني هذا إقرار بزيادة. نعم. هذا على العكس إذا كان. غلطت في الحساب أو كذبت لم يقبل، لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه. نعم. ويقبل قوله بعد خسرت وإن احتمل، إن احتمل. كأن عرل كساد، يعني أولا ذكر هكذا ربحت ثم قال غلطت أو كذبت، قوله غلطت أو كذبت لا يقبل. لكن بعد ذلك ممكن قال أنا خسرت، هل يقبل؟ نعم يقبل. فإذا قوله الأول ربحت بكذا ثم بعد ذلك يقول خسرت، وهذا قوله خسرت إما يكون بعده مباشرة، يعني لم يقل غلطت في الحساب أو كذبت هكذا، لم يقل بدون هذا القول قال خسرت، أو قال بعد ذلك القول، يعني بعد تغليته قوله الأول أو تكذيبه إياه ثم قال. في صورتين يقبل هذا، متى؟ إن احتمل هذا القول. كأن عرل كساد، كيف يأتي هذا الاحتمال؟ هذا بسبب عرول الكساد. فإذا ممكن هذا يحتمل، أولا كانت التجارة رابحة ثم بعد ذلك عرل كساد بالتجارة، لذلك صارت التجارة خاسرة. أما فيما مضى يعني التكذيب أو التغليط هذا لا يقبل. نعم. ليس أمرا يقبل في الإقرار. وفي رد للمال على المالك، يعني هذا العامل ورب المال اختلف، هل رد العامل ماله إلى المالك؟ لو اختلف يصدق العامل بيمينه، لأنه ائتمنه، يعني هذا رب المال المالك ائتمنه لذلك كالمودع. المودع لو اختلف مع مالك الوديعة وادعى أنه رد الوديعة إلى مالكها يصدق بقوله المودع، كذلك هنا أيضا. ويصدق العامل أيضا في قادر رأس المال، ممكن هما اختلفا كم كان رأس المال، فإذا هذا عامل يصدق لأن الأصل عدم الزائد. نعم. ثم يعني عند الاختلاف في قدر رأس المال العامل يدعي الأقل والمالك يدعي الأكثر، هذا هو الطبيعة. عندئذ عدم الزائد هو الأصل. ثم وفي قوله اشتريت هذا لي أو للقراض والعقد في الذمة لأنه أعلم بقصده. نعم. في هذا القول يصدق. وفي قوله اشتريت، اشتريت هذا لي، يعني أما اشتريت هذا لأجل القراض بل أنا اشتريت هذا لنفسي. فإذا المالك يقول أنت ما اشتريت هذا لأجلك بل هذا لأجل القراض، هكذا مالك يدعي.
هو يقول هذا اشتريت لي نعم او على العكس عامل يدعي انه اشترى هذا الشيء لاجل القراض فاذا مالك يقول ما اشترى للقراض بل لنفسه هكذا لم يوقع الاختلاف في مقصود شراء شيء هل لنفس العامل او لاجل القراض يصدق العامل لماذا ثم هناك شرط لتصديق العامل والعقد في الذمه هذا عقد الشراء كان في الذمة معناه ليس بعين مال القراض لو كان بعين مال القراض هذا سيأتي فإذا هكذا اختلاف بينهما هل اشترى هذا المال لأجل نفسه أو لأجل القراض فإذا لو كان العقد في الذمة يصدق العامل لو لم يكن في الذمة بل هو اشترى هذا المال بعين مال القراض فلا يصدق كما سيأتينا في تفسير هذا الذي قال والعقد في الذمة هذا شرط لتصديق العامل في هذه السورة لأنه أعلم بقصده نعم وهو يتحدث عن قصده ونيته من يعلم قصده هو نفسه لا يطلع على قصده من جانب آخر أما لو كان شراء بعين مال القراض فمحترز قوله والعقد في الذمة يعني هذا الرجل اشترى شيئا بعين مال القراض يعني هو أخذ درهما من مال القراض وأعطى اشترى فإنه يقع للقراض يعني لا يصدق العامل فإذا أولا ينظر هل اشترى بمال القراض أو لا وإن نوى نفسه في هذه سورة ممكن ويشترى بمال القراض لكن نوى لنفسه لا يقع لنفسه هذا النية له كما قاله الإمام وجزم به في المطلب وعليه فتسمع بينة المالك أنه اشترى بمال القراض فإذا لو اشترى بمال القراض يكون للقراض لا يكون لنفسه ولو نوى لنفسه نعم فإذا لو كان هناك اختلاف هل اشترى بمال القراض أو بمال اشترى بالذمة هكذا اختلاف آخر هناك تصدق بينة تسمع بينة المالك نعم وتسمع بينة المالك أنه اشترى بمال القراض وفي قوله لم تنهني عن شراء كذا يعني هذا مكان تصديق العامل آخر وفي هذا القول أيضا يصدق العامل يعني بقى بينهما خلاف عامل اشترى شيئا فالمالك قال نهيتك عن شراء هذا أكبر. فإذا هو قال ما نهيتني لم تنهني عن شراء كذا يصدق في قوله العامل لأن الأصل عدم النهي نعم ولم اختلف في القدر المشروط له أهو النصف أو الثلث مثلا تحالفا عندئذ يتحالفان نعم من الجانبين بطلب القاضي وللعامل بعد الفصل لو تحالفا بعد ذلك يفسخ العقد إما يفسخانه أو يفسخ أحدهما أو يفسخ الحاكم هكذا في هذه السورة تحالفا لو تحالفا كيف الحل لهذه الخصومة يعني بفسخ العقد بعد فسخ العقد يكون للعامل أجرة المثل نعم أجرة مثل ما عمل سابقا لا يكون هناك نصف ولا ثلث والربح جميعه للمالك أو في أنه وكيل أو مقارض هكذا اختلاف نعم صدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه للعامل نعم فإذا المالك يدعي الوكالة والعامل يدعي القرض يصدق المالك بيمينه ولا أجرة عليه على المالك للعامل يعني أجرة هنا مقابل القراض لا يثبت له نعم